أدونك كريم وحن لنا وحقيرة عند الله سبحانه وتعالى ويئن الليته وحقو غفلا قرآن بضنا صار وري مثلا إليه سبحانه وتعالى وحليه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو له قريب آيات كان إلهي وحليه سبحانه وتعالى هدين للا يهيبا إلهي ليهي إنا ني دك ودقالو بي قف كستو قالو بوحب كو أبال مرين لها بي إلهي لي يدوك قبيست يعني إنو كفر أبال مرو النقضة وحي شاكي تحقارة ديسة إيا اللي إذا شديد ساوقت بي إلهي وحليه قف كستو إلهي كقالو بي وحلو يالي لها بوري سقف في ضي هاي سلبر يهي إيا معارج سلام اللغكرو أبواب تودا قريها الباب دودا يصريرها وحكدق لها زخر فيها ذهب يمن لغرا حيستو وحلي تسوى ماها قفكو مركو إلهي قالوا بي إلهي وحسين يا وحلي تسوى إلو أبا المريض لكن وحانو قعطر يا بي إلهي لئي دس كورنا من لومان الدنيا شعيل كورنا دس كورنا ودادا كودا في دول اللي قالوا بو تاس درادد بالله قعطر يا لكن إلهي أكتي تقيمة كمالها سيدا درادد بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وحيري حديث يا إمام أحمد يا طبراني يا بيهقي أي ورين أيان شاث الألبان حسن ككت الماما وحن نبي قلاه صلوات الله وسلامه عليه إن الله تعالى جعل ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كوحه وقدقه تصالح وحب بن آدم ككسوا بحياة صحراء ونبي قلت الماما يعني أدون كوحه لم يدي حبال لي انت سولي قال لدي قام الصوش الله دي أدون كما كاقيمي سوا محي صحراء دم يكتين نقيمة كالاب سوح ليسكفوا قيو ولا أسطراء وأرتي دل اسكا إلالي وأركتي دل اسكا إلالي حديث كلا إمام ابن حبان يطبران يورينا يانو شاثل البانين وتحصيني وحن نقولي إن مطعم ابن آدم قضرب مثلا للدنيا وإن قضحه وملحه فانظر إلى ما يصير إلهي وحو مثال وقرده يبال لي وحا عنطان أي أدونك مثال وقرده حتى أبو النبي قولي وإن قضحه قضح هو توبلك حتى أبو النبي قلت الماما يا كدر در بسبات يا وحو حلو قلنا أنا يا ملح يا معان وحا الدون تكدر عنا سكة استواد وقشق يسو معان يسو مكا الله عنا محين غطا واسكو مدون تادر أدد أبو النبي قولي سلوات الله وسلام عليه أدونك قيمين تيسو وحي إلهي أكتي تكطه أبو النبي قولي ومثال لي كدر يا عنا دا عنتين وحا أي كدر بين يسو أيوب يا هي أدونك نمدو كدر بين يسو إذن ما أها أدون قفك مسلم كأكتيسة وحقيمة وين لما أها أدون يدا نوع كني وحاو نبو قلت المام يا صلوات الله وسلامه عليه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة أدون كان أركي سانو لما هدي إلهي أكتي قرب كني على أكتي لبضى بالاي كدو شاينتي ليجي مركة هوري كني عيات ووحنا فلانا هاي هذا نكني على قيب قيبية مركة سواح اللقاطي قرب كمي ده قرب كني عو انتو قيمة أكتا ذا كلي يعني كني عن قيمة الحين وابا قرب كده تدر أدد بالنبي قلت له صلوات الله وسلامه عليه كني عا قرب كده هدي لقيمة هيا دونك وقبي جيبا اللي أكتيسة ما سقى كافرا منها شربة ما قال بيا كمدة دستي ينبو نبي صلوات الله وسلامه عليه إذا مر هدي كني عا قرب كده كليدته وانا قيمة اللي أكتيسة كلها سبحانه وتعالى وما بيلن قال كي عبي عندي هشي وحكى رواية قيماتي سكك ما خبضه حديث كإمام الترمذي ابن واجه بورينية شيخ البارين وصحيح لغيره فقط المامية بل النبي صلوات الله وسلامه عليه وقت المامية الدنيا سجن المسلم وجنة الكافر أدونك مكا لا يقوى وقفك مسلم كأحك سيسيب النبي قلت المامي ويقفك مؤمن كأدونك وحوية دار ابتلاء وامتحان وحكى الصوت صوت قلاء ما هنتها النغضة ما قع النغضة ما موسى النغضة وحكى الصوت نمعو إلى هاي السيئ وحوى إيسايل يتمد غوي تحامي وحوى أركي أميد آخر اللي ويديني يين إيسايل سيدة دراجي أدونك أن لا أركي قفك مسلم كأكسي تحبسي بكي هاي حبسي بميو يميل غرى حيستو أدونك كري قفك مؤمن كأوحو كي هاي حبسي قاس وهي وحو الراد عيني قفك مؤمن كينو إلهي لك كل مية ينو جنة قلو جنة نوى النمعاد وي سادر أدد ماشا تاني حبسي بوارك يا تاو قيد من نبي قفة المام يقفك مؤمن كي إلهي لك كل كي سوچعلي ونافقيا قال كنا إلهي لك كل كي سه أيو نعبي هاي وحاو نبي قفة المام يا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها يعني أدونك كوحة للمام يعني سي سبب الزيز وحيا بها قفة الدين تي تكويعية سادر أدد من نبي صلوات الله وسلامه عليه وقفة المام يا أدون كنينو يا هاي مد إلهي نحديث في تلقفه قي واحد شوغاني ملعون يهين إلا إيا لمن قال الله صوشه إلا ذكر الله ومن والاه وعالم أو متعلم إلا يا إلهي حسكيته يا إنت إلهي كحرا مؤمنك إيا قف عالم أو حقرنا يا مد متعلم أو حبرنا يا إنت أوحانا هيني نفمل هبال لي سبحانه وتعالى